بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم وشايفين منظر السانست الجميل، منظر شروق الشمس وانعكاس الأشعة على المحيط ولا البحر والحاجات والجزر العجيبة اللي احنا موجودين فيها دي. تقريبا احنا موجودين في جزيرة من ضمن الجزر. الكلام يا جماعه ان شاء الله باذن الله هيكون عن، بعد ما اتكلمنا عن السيرش هيكون عن البليسز الايكون اللي فيها الكره دي. لو انا ضغطت عليها كليك هيفتح لي البار الجميل ده اللي مقسوم على نصين اتنين، وده هيكون محور حديثنا بشكل اساسي. طيب ايه القصه؟ البار ده خاص من اسمها كده، البانل بتاعت البليسز دي فيها مجموعه الاماكن اللي انا زرتها، انا ترددت عليها، مجموعة الأماكن اللي أنا حابب أحفظها علشان ما اقعدش كل شوية أنسخ اليو ار ال بتاعها وهكذا. تمام كده، مقسوم لنصين اتنين، طبعا دايما بيكون معايا الفلتر الموجود. اوكي، ماي لاند ماركس، الجزر اللي أنا حطيتها في اللاند ماركس يعني تبعي، ها. والنقطة الثانية كان التليبورت هيستوري. أنا عارفين طبعا إن كلمة تليبورت دي تعني في بيئة سكند لايف، إن الانتقال الزمني أو السفر، يعني أنت بتحاول تكون موجود في مكان معين بتعمل تليبورتنج على مكان معين، يعني بتحاول تروح له، ها كده، ده معنى كلمة تليبورت. طيب لو أنا ابتديت مثلا بالتليبورت هيستوري ده هلاقي إن هو مقسمه لي بقى. بص بقى، النهاردة، من يومين، من 4 أيام، من 5 أيام، من 6 أيام مثلا، ومن مانس، من شهر فات. لو قلنا مثلا من 4 ايام، بلاش، من 5 ايام، كنا في جزيره لذيذه خالص كان اسمها الاستر، فاكرين الجزيره اللي بيركبوا فيها جزر دي، والجماعه اللي كانوا بيعملوا ريسنج فيها بكوبايات قهوه حاجات زي كده. طب انا اضغط عليها، عندي 3 اوبشنز كده. اولا تليبورت عشان اروح بشكل مباشر ليها، والنقطه الثانيه كان مور انفورميشن، بيديني مجموعه من المعلومات عنها، وللاسف هم مش كاتبين حاجه عنها غير كلمة تليبورت، ان انا اروح، والماب، والماب ده اللي هيكون ان شاء الله باذن حديثنا في السيريز اللي جاي، الحلقة اللي جاي، او باني اعمل كوبي للاس ال يو ار ال. عارف انت كلمة يو ار ال دي بتفكرك بايه؟ بتفكرك بموقع انترنت، عنوان. هنا بقى نفس العنوان بس خاص بالسكند لايف، تمام كده؟ يعني وقت ما تشوف كلمة اس ال يو ار ال، يبقى انت لما بتضغط على العنوان ده هتروح لمين؟ هتروح للمكان ده بالظبط، ريكتيف سكند لايف. ايوه، اللي هو ايه؟ شريط العنوان اللي فوق ده بس بالاحداثيات بتاعته، بالاحداثيات بتاعته. طب اوكي، خلينا نعمل تليبورتنج كده. فبيديني زي مربع، وانت متاكد انت عايز تروح للاستر تاون؟ نروح يا عم الاستر تاون. فبيقول لي تليبورت فورد، يو دونت هاف اكسس ذات، سوري، يو دونت هاف اكسس تو ذات تليبورت ديستنيشن. بيقول لي تقريبا انت ما رحتش للمكان ده قبل كده. طيب نجرب نعمل تليبورت مره ثانيه. برضه بيقول لي ده في مشكله. طيب ساعتها، طيب اوكي، بلاش نعمل تليبورتنج لمكان احنا كنا، رغم في اماكن كتير تاني احنا كنا رحناها. مثلا توداي رحت البيت ورحت الاماكن مختلفه، ومن ضمنهم مثلا كان الامريكان كانسر سوسايتي، وسبق ان احنا رحنا فيه، ده الكلام ده كان من مثلا من فتره طويله فاتت. خلونا نروح للمكان الجميل ده، كليك منه تليبورت عليه. انا حتى مش فاكر هو عباره عن ايه اساسا. فبعد فتره بيقول لي خلاص اوكي ارايف، انت كنت موجود في مكان معين وحاليا دلوقتي وصلت. انا هو ده كان تقريبا معرض من ضمن المعارض على ما اظن، يعني الشاهد دي الفكره. خلونا نطلع ببيج اب عشان نشوف الجزيره من فوق شويه. انا حتى مش فاكر والله المكان ده كان يعني رحنا امتى بالظبط، بس عادي، اثناء ما انت بتتعامل مع سكند لايف ممكن تزور اماكن كتير مختلفه يعني في الجوله. المكان ده كان فيه حنفيه كبيره، والحنفيه دي بتنزل حاجات كده غريبه لونها اخضر، انا مش عارف هو ده ايه بالظبط. يعني السهم ده دايما بيدل لك على اتجاه الشمال، هنجيله ان شاء الله باذن الله خلال لحظه. ديت الفكره بتاعت البليسز. ماشي جيد، اوكي ماشي. بالنسبه للتليبورت هيستوري ده بمثابه التاريخ اللي انت بتبقى رحت فيه الساعه كام وامتى، والسهم الصغير ده هو اللي بيعمل لك التليبورتنج، يعني انا توداي رحت المكان ده وده وده وكده. اوكي جميل. النقطه الثانيه بيكون عباره عن الماي لاند ماركس، الحاجات تبعي يعني. وهنا بيكون في اللايبراري، الحاجات الاماكن اللي انا حفظتها.
اوكي تمام جيد. والماي انفنتوري طبعا انت عارف الانفنتوري وماي لاند ماركس حاجات برضو اللي انا ضفتها. والفيفوريت بار اللي هو البار اللي فوق ده تجمع، انا عندي في الفيفوريت بار في جزيره اسمها البولي ستيج اللي هي موجوده في الفيفوريت بار ده. بس لو انت مثلا عايز تحت اي ظرف من الظروف يعني عايز مكان معين كنت موجود فيه وعايز تضيفه للحاجات تبعك ماي لاند ماركس دي، جاست كليك على المكان ده، كليك يمين عليه وقول له والله اد تو ماي لاند ماركس، فهيقول لك خلاص اوكي. حتى هو بيطلع لك منص يو ادد زي مربع كده، انت ضفت المكان ديت وادي التايتل بتاعه، وبيقول لك زي ملخص عنه كده هو في ايه وتدويناتك لو انت عايز تضيفه، وممكن تضيفه فين، تضيفه في الفيفوريتس ولا في اللاند ماركس. لو انت ضفته مثلا في الفيفوريتس وعملت مثلا سيف هتلاقي كده اتضاف فوق جنب دي، يعني انا كان عندي واحد بس بيكو اتنين. لا انت بقى مش عايز تضيفه خلاص وكده، انت عارف محرك انه اتضاف في الفيفوريت بقى، فكليك عليه وممكن بقى تعمل ريبورتنج وممكن تشيكوست الانفورميشن او تشوف حاجات مختلفه او تحطه في فولدر او تكوبي او او او، ومن ضمن الحاجات انك تعمله دريت. انا مش عايزه بقى عندي، فتعمله ديت بجد رجعت. لو انت عايز تروح للبوليس ستيج مثلا ما عملت ريبورت عليها، فنرجع للبوليس ستيج الجزيره اللي احنا كنا موجود. طبعا هنرجع للمقر الاساسي تبعنا، وده ان شاء الله باذن الله موضوع هنحاول نغطيه مع بعض. خلونا نرجع للصفحه الرئيسيه الاندكس تبعنا. هو طبعا الموضوع اني اضغط بكليك على الصفحه الرئيسيه فيوديني للهوم بيج. هي حاجات مختلفه ما بين ان انت يكون لك في قلب سكند لايف مثلا بيت معين بتحاول تروح له، او بيبقى لك صفحه افتراضيه انت بتحاول تظبطها بشكل افتراضي عشان تكون هي الهوم بيج تبعك. وهنتكلموا عن النقطه دي خلال لحظات. يعني انا عندي مثلا البولي ستيج ديت هي الهوم بيج تبعي اللي انا كنت فيها من شويه، وفيها مجموعه من الاوبجكتس، وفيها تعرفت على ناس كتير جدا ساعدتني، ومن ضمنهم شخصيات مختلفه خاصه بانا، وفي الغالب يعني الهوم بيج ربما تكون بتتغير بس يلا اللهم خير. الشاب في المكان ده بيحاول يديلك زي ايه اساسيات انك تتعامل مع بيئه السكند لايف وكده. فبالنسبه لي البليسز ديت الفكره، ولو كان عندك مجموعه بليسز طبعا انت بتحاول تسيرش علشان تشوف الفلترز وتنطلق بقى في المكان اللي حضرتك عايز تروح له وتتعامل معاه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.